يعني طيب ماركو، خليني أسألك عن الوانات. يعني الوانات مش بس فريق باليه، لكن مشروع فني تحول لمركز ثقافي بيهتم بكل أشكال الفن. خليني قبل أي حاجة أسألك، يعني مدى إقبال الأهالي طبعا اللي بيسجلوا أولادهم أو بناتهم في ألوانات وفي الباليه في محافظة زي محافظة المنيا، قد إيه؟ طبعا في تعطش كبير للفن، وهو احتياج انساني موجود واساسي في حياه الناس. زي ما قلت لحضرتك، في اي حاجه في حياتنا هي فيها جزء من الفن. ففي طبعا احتياج بالشكل ده، وفي الثقافه دي بدات تكون موجوده بشكل كبير، انه انا زي ما بهتم بالتعليم، زي ما بهتم بالحاجات المعتاده، انا كمان في الانشطه دي بتفرق معايا، ما بقتش رفاهيه، لا هي بتفرق في نفسيه الاطفال، بتفرق جدا جدا في ثقافتهم ونفسيتهم، وعلى المستوى البدني كمان الحاجات دي بتفرق معاهم جدا. فطبعا في اقبال يعني، والانشطه الجديده كمان لانها ما كانتش متوفره، يعني اكاد كنا محرومين منها. طيب ممكن فطبعا تقولي يا ماركو ايه هي الأنشطة الجديدة غير الباليه؟ يعني بنقدم طول الوقت ورش برضو اتيكيت وتعديل سلوك، ده موجود عندنا. طبعا المزيكا والرسم والمسرح، عملنا طبعا مسرح طفل من تمثيل اطفال كمان، فدي حاجات كلها ما كانتش متوفره بشكل. طيب هل الإقبال على الأنشطة دي أكتر من الباليه ولا متوازن؟ لا متوازن يعني، هو الباليه طبعا عشان حاجه جديده كمان، في ساعات بيكون هو اكتر حاجه.